ساد على اليوتيوب. النهارده معانا فيديو مهم جدا. النهارده هنتكلم عن ترددات القنوات الناقله لمباراه قصاد الرافدين منتخب العراق. طبعا المباراه هتتلعب النهارده في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، تتلعب بين منتخب العراق ومنتخب فلسطين. طبعا النهارده هنتكلم عن القنوات الناقله للمباراه، طبعا عبر القمر نايل ساد والاقمار الاخرى. طبعا احنا عارفين ان القمر نايل ساد عليه قناه البنفسجيه، طبعا احنا عارفين القناه البنفسجيه وهي الوحيده اللي هتنقل المباراه، ولكن في ناس كتير ما عندهاش ومش هتقدر تشاهد هذه القناه. فنعمل ايه علشان نقدر نشاهد مباراه منتخب العراق ومنتخب فلسطين؟ الحل الوحيد انك تجيب القمر انتلسات 45 درجة شرق وعليه قناة ديما سبورت. طبعا تردد قناة ديما سبورت عبر القمر الصناعي انتلسات 45 درجة شرق، او يكون عندك القمر الازبي. يعني لو انت عندك القمر الازبي هتقدر تنزل القنوات دي بكل سهولة. هتبدأ تكتب التردد الخاص بقنوات ديما 12600 افقي مع معدل ترميز 30000. يبقى التردد الثاني الخاص بقنوات ديما سبورت، هتلاقي قناه ديما سبورت 1 و2 و3. طبعا القنوات ديت حاصله على حقوق البطوله، بطوله تصفيات اسيا، وطبعا المباراه منقوله حصري على قنوات ديما سبورت. التردد هيكون كام؟ 12600 افقي مع معدل ترميز 30000، طبعا 46 درجه شمس. لازم يكون عندك طبق تاني غير القمر النايل ساد، لان 46 درجه شمال ده اتجاهه غير اتجاه القمر الصناعي النايل ساد. طيب عندنا قمر اموس، وطبعا قمر اموس اسهل مما تتخيل. طبعا كلنا بنقدر نستقبل القمر اموس عبر النايل ساد. يعني كمان النايل ساد انت بتحتاج تلزق قطعه في القمر اموس في النايل ساد وبتقدر تستقبل القمر اموس. طب قمر اموس عليه باقه قنوات سبورت 5 وسبورت بلس وسبورت لايف، تمام. القنوات دولت واحده من القنوات ايضا هتذيع مباراه منتخب العراق، ايضا هتذيع مباراه منتخب العراق ومنتخب فلسطين. طيب تردد الباقه كام عبر القمر اموس؟ هنبدا نكتب التردد التالي اللي هو 10842 مع معدل ترميز 30000، والاستكتاب هيكون عمودي حرف الفي. التردد الثاني يا جماعه هيكون 10842 عمودي حرف الفي مع معدل ترميز 30000، وده اسهل برضه حل ليك لو انت عندك القمر الصناعي نايل ساد. تقدر تستقبل وتشاهد القمر اموس عليه باقه 5 سبورت و5 بلس و5 لايف. واحده من القنوات ديت ايضا هتنقل مباراه منتخب العراق مع منتخب فلسطين، واللي هتتلعب النهارده في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. دولت أهم القنوات الناقلة للمباراة. قلنا قنوات ديما عبر القمر انتلسات 45 درجة شرق، أو بيقولوا عليه قمر أرزبيجان، والقمر آموس عليه باقة قناة 5 سبورت و5 بلس و5 لايف. ده كان فيديو النهارده الخاص بترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين منتخب العراق ومنتخب فلسطين. في النهاية يا بنت الناس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة ملوك ساد. والسلام عليكم ورحمة الله.